بالله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يراه ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه، كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه وهو يراه؟ هيهات هيهات، والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصة، والله لن تنال ولايته حتى تترك شهواتك وتصبر على مكروهاتك وتبذل نفسك لمرضاته. إن أقواما أحبهم فأحبوه واشتاق للقياهم فاشتاقوا إليه